شعبك المسيح المتكل عليك وهو بك مستعين. كفي أبصار الظالمين عن كل من اشترك معنا في هذه السهرانة وهم واقفون أمام صورتك الشريفة السامية. Oh,
تفاحة وأشرق كوكبك ولاع. عليك السلام يا مصباح نور اللاهوت وكنز رب الصباوت. السلام عليك يا من ظهر منك سر الكنوز. عليك السلام يا من فتح ابنك لنا باب الفردوس والملكوت. السلام عليك يا من أتت منها شمس الهدى للعالمين. عليك السلام. السلام عليك يا من راك موسى في العليقة المنتقدة غير المحترقة. عليك السلام يا من شبهك الأنبياء بشريف الأمثال. عليك السلام يا تابوت العهد وجرة المن والباب المغلق وعصا هارون التي أورقت في قدس الأقداس. السلام عليك يا مسكن داوود والعرش السليم. السلام عليك يا تمثال العفاف ورقبة الكمال. السلام عليك أيتها البتول التي لا عيب فيها. عليك السلام يا مبتليا نعمة. الحقيقة محاضرة اليوم أحبائي هي أقدمها لكم مثل ما إنسان مصايب تعبان جوعان يشتهي ياكل باشا يعني أكل دسم جدا. فاليوم بمناسبة الصوم وإحنا صايمين أريد أقدم لكم غذاء روحي دسم جدا. هذا الغذاء روحي أحبائي أقدمه اليوم حتى نبين من خلاله أن الذي كان يكلم الآباء والأنبياء في العهد القديم هو يسوع المسيح. ولهذا الرسول بولس يقول في رسالة إبرانيين في أول آية الله بعدما كلم الآباء والأنبياء بوحي مربوط كثيرة كلمنا في هذه الأيام بابنه الوحيد. هذا اليوم أحبائي ربما اليوم أنتم ما تشعرون عن قيمتها مثل الإنسان يطلع بالخارج. لأن صدقتني في زيارتي بالسويد في إحدى العوائل قبل 7 سنوات زرت كل العوائل الأخرى في عائلة واحدة قالوا هذا المطعم رحت زرته كان هو عايز يروح على معدن فلوس حتى يعيشون بيت هاي. فاثناء الزياره شفت على الناس منشورات محطوطه على الناس من المطعم مالتهم. كان يا جماعه 4 قاعدين طلعوا بشهود يهوه لجامعه علم سن لكل عائله مسيحيه بتطلع خارج. اول ما تسلموا كان شوفوا روحوا يسووها قدموا لها كتب طيبات إضافة إلى معلومات مادية أخرى معانات يعني معنويات أشياء مادية حتى يشرمونهم ويقولون رأس العقاد راح يجيكم مرتبط. محاضرتي اليوم حتى تكشف سيف هؤلاء. هؤلاء شو يهوى من هو يهوى؟ حتى نجد بأنه يهوى الذي عاد العهد القديم اللي كان يتكلم الأنبياء هو نفسه يسوع المسيح. ولهذا يلزمنا في شرحنا الآيات اللي فيها يهوى نعتمد على النص العبري ونستعين بالترجمة العربية لأن هناك قليل من الاختلافات في بعض المواضع لهذه الكلمة. ولهذا نحن باعتمادنا على الترجمة العبرية لا الترجمة لا السريانية ولا السبعينية ولا غيرها ولا الفاتيكانية ولا الفاتيكانية حتى نأكد من خلال كتب اليهود نفسه بأن هذا الذي تحدث به مع الأنبياء في العهد القديم هو يسوع المسيح. ولهذا ما نقيم عليه هو كتب
التوراة المزامير والأنبياء مثل ما قال بشر المسيح مفتاح هذا التلاميذ. قبل لا نبدي المحاضرة لازم نعرف أنه في الآية في اللغة الفلسفة العبرية المترجمة العربية هناك كلمتين مهمتين هما الله والرب. الله هي باللغة العربية تجي إلهي، إلهي هي عبارة عن كلمة جمع للآلهة تترجم بالعربية الآلهة، لكن بالنص العربي تعني الوحدانية الجامعة. قول عليه في علم اللاهوت الوحدانية الجامعة، لأن في هذا الله الواحد هناك ثلاث أقانيم، هو ثلاث أقانيم هو واحد، ولهذا سميها الوحدانية الجامعة وسموها بالعربية إلهيم. إلهيم بصيغة الجمع، وبالسنة يقول الله لله، وإذا جمع كل آلهي، لأن الله لا يجمع باللغة العربية ولا بالسريانية، لأن هو واحد لا يجمع. فهنا فرق بين آلهو وآلهي. آلهي تقال جميع آلهة، الأصنام، معبودات، كل المعبودات، يعبد الإنسان، شمس، قمر، كلنا نسميها آلهي. لكن الله عنده اسم واحد هو إلهي باللغة العربية، وبالسريانية يقول آلهو. والكلمة الثانية اللي هي الرب، نحن دائما نقول ده مقدس كلمة، وقال الرب وقال الرب، ناخذها ببساطة، لا، إلا مدلول عميق جدا، هذا مدلول أن تقول اللي هو أنتم اليوم أحبائي. كلمة الرب في إشفار العهد القديم ولا سيما في التوراة تعني هي ترجمة لكلمة يهوى، وبالعربية يقولها يهوى. الرب هي ترجمة بكلمة يهوى، يهوى بالعبري، ومعنى كلمة يهوى الكائن، يعني معنى آخر الواجب الوجود، أو معنى آخر علة كل الموجودات. يهوى هو الكائن، ولهذا وقلنا في طالع في سورة الخروج أصحاب السادس ونشوف حينما كلم الله موسى آية ثانية ما موجودة. ثم كلم الله موسى وقال له أنا الرب، بالنص العبري أنا يهوى. إحنا الآن منتجب أن الرب تكتب معناها الحقيقي المطلوب منه موجود في الكتاب المقدس، أنا الرب أنا يهوى. وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء، وأما باسمي يهوى فلم أعرف عنده. يعني كان الله يظهر قبل موسى كان يظهر على إلهيم، لكن ما كان يعرف اسم يهوى. الآن هو اسم يهوى، يهوى إلهيم هو نفس الشيء، راح نبدأ إن شاء الله بكلام شرح المحاضرة. ولهذا السنة التعبير عن التعبير لإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب كلمة الرب. من كلمة يهوى شوفوا أجت كلمة يهيشوع، الله المخلص يهيشوع، يهيشوع. ولهذا حين بشر الله قرأ عن سمريم قال ودد على اسمه يسوع لأنه كملوها الآية لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. حتى نأكد أنه يعني العهد القديم هو نفس يسوع المسيح، أول شيء نأكد هل أن كلمة ابن الله ابن الله اللي موجودة في العهد الجديد وجدت في العهد القديم أم لا؟ من غير هالشواهد حتى لا يتهم من قبل سواء اليهود أو من الذين هم من خارج المؤمنين من خارج المسيحيين يقولون هذا التعبير أن الله هذا كفر وما إلى ذلك. نذكر الآتية في العهد القديم،
أرجو أن تتمنى دقة بعض الآيات. أول آية في سورة المزامير آية 2 إلى 7، اقرأها بلا زحمة. إني من جهة لقضاء الله قال لي حمل حمل يوم ولد. فإذا كلمة الابن موجودة، أنت ابني. عن هذه الآية قال داود بن القاسم: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موضع قدميك. الآية الثانية أيضا في نفس المزمور، الآية الثانية من الثانية 12 أقرأها: قبل الابن لئلا يرضى تريد من الطريق لأنه عن قليل ينتقد غضبه، طوبى لجميع المتكئين عليه. أمين. فإذا نشوف هاي الآيتين في المزامير تذكر أن قيمة الابن موجودة بعد قليل. الآن نجي الآية الثالثة. هاي يا شيخ خلاف ما بين الترجمات. الآية الثالثة أقول يا ابن زحمة: أنا مسلم بدنه في يوم قوتك في زينة مقدسة من رحم الفجر لك أقل حداثتك أقسم الرب ولن يندم أنت كاهن إلى الأبد على ركبتي من إصارة. شوف الترجمة الصحيحة: من البطن قبل كوكب الصبح والقدر. هاي آية نفسها. من البطن قبل كوكب الصبح والقدر. حلف الرب ولن يندم أنك كائن إلى الأبد. من رحم الفجر لك ظل حدثتك. من هو كوكب الصبح؟ عفوا الآية قبل كوكب الصبح والقدر. قبل كوكب الصبح أنا والقدر. إذن هناك ولادة. في مزمور 110 آية 3 من البدء قبل كوكب الصبح أنا ولدتك. وبعد كده حلف الرب فلن أنك كائن إلى الأبد على وجه الأرض. الآية الرابعة في سورة الذهب أخوها من السماء مسار 30 أخبار 30 آية 4
الى النضوج الكامل ويصل التجسد. شوف كان هذا الوضع بعد قليل. مع علم ان الله يقول في سوره خروج 33 23 حين يقول لا احد يراني ويعيش. في سوره خروج 33 حينما راى موسى ان يرى مجد الرب وقال لا تقدر ان ترى وجهي لان الانسان لا يراني ويعيش. وقال ربه يعني قال له هو ذا عندي مكان فتقف على الصخره ويكون متى اجتاز مجدي اني اضعك في نقطه من الصخره واسلمك بيدي حتى اجتاز ثم ارفع يدي فتنظر ورائي وانا وجهي لا يرى. لانه مجد الرب شوف مجد الرب مجد الرب حشفه. شوف القبس لحظه رحيضه شافه رسل جبل تجني سقطه مربوط شاف مجد الرب لحظات صار اعمى. فموسى طلب ان يرى مجد الرب مجد يهوى قال لا احد يراني ويعيش. وني في سنن اباء البقرة هي كناية عن حفرة اللي بطن المسيح لجنب المسيح قبل الحربة. هناك يستطيع الإنسان أن يرى الله في خلال آثار الحربة أن يؤمن بيسوع المسيح مثلوب بآثار الحرب اللي تعمل في جنب. إذا كيف يمكن أن يكون واحد يشوف الله ويعيش؟ ما ممكن. الآن نجي للنقطة الثانية. ما بين يهوى والسفير يهوى. سؤال كيف يكون سفير يهوى وهو يهوى نفسه؟ يعني شوف من دقة في إشعياء. الآن أرسلني سيد الرب محمد. الآن 29 إشعياء. الآن أرسلني السيد رب روحه. لو نقرأ في هذه الأشياء أخرى قبل التجسد نشوف هناك مرسل ومرسل. المرسل هو الله والمرسل بالنتيجة رح نصل إلى أنه يعني هو الرب يسوع المسيح. يعني الله المرسل والمرسل هو الابن. المرسل هو الله والمرسل هو الابن الكلمة. نعم ونقرا النصوص من خلال الايات نشوفها حتى المرسل. انا قلت المرسل هو الله هو اللي يرسل والمرسل العفو المرسل هو المرسل والله المرسل هو اللي يرسل والله نحن من اهل شوف او الوين والمرسل هو يسوع المسيح مرسل الله هذا المجهول. هذا المرسل من قبل يهوى ان يهوى قلناه مرسل من قبل يهوى او كلمه المرسل من قبل يهوى تجي بالنص المرسل العربيه كلمه ملاك الرب. احنا نشوف ليش قبل الروح بها نقرا ملاك الرب يقول الله يرسل ملاك. لا ملاك الرب بالنص العبري تعني الملاك يقولها ملاك يهوى بالعربي. ملاك يهوى تعني المرسل من قبل يهوى او الممثل عن يهوى او المفوض من يهوى او سفير يهوى. حتى اليهود عملوا هذا كل شيء بس احنا في الترجمات العربيه نقراها ملاك الرب. راح اجيب لكم مثال شوف كمثال في سورة بطرس على السادس في قصة جدعون بس على السادس آية 14 طبعا من قبل في آية 11 وأتى ملاك الرب وجلس تحت البطمة التي في حفرة التي يؤاشر أبي عزمين
وابن جدعون كان يقف حتى الله في المحصر لكي يهربها من المدنيين. طبعا بسطرة تحكي قصة شعب يغمز بالخطيئة بعد الله يرجع يتوب والله يزدهم. فجدعون كان من ضمن المرسلين يخلص بني إسرائيل من المدنيين. أتى ظهر ملاك الرب، طبعا هو المصري ملاك يهوى أو سفير يهوى أو ممثل عن يهوى، هو ملاك عادي لأن ملاك مخلوق، ملاك كل مخلوقين. ويقول الملائكة المخلوقين اسمع هذا ملاك جبرائيل، ملاك ميخائيل، ملاك رفائيل واقع، لكن هنا ما يقول ملاك، ما يسميه، سميه ملاك الرب لأنه سفير الرب، سفير يهوى. هذا السفير يهوى يقول انتظر وحكى مع جدعون، فقال له جدعون: أسألك يا سيدي، إذا كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه؟ وأين كل عجائب التي أخبرتها بنا بها آبائنا قائلين؟ ألم يشبك الرب من مصر؟ والآن قد رفضنا الرب وجعلنا في كف مديان. شوف آية 15 المجنون الآن. فالتفت إليه الرب. شوف بداية ملاك الرب. أنت ملاك الرب الآن تقول من جلس تحت اللقمة وتتحدث معاه قال التفت إليه الرب. يعني هذا الشرف القائد هو نفس الرب هو يهوى من خلال استخدامه، وقال اذهب بقوتك هذه وخلص اسرائيل من كف مديان، اما اسرك. شوف السفير يهوى والرب هو يهوى، هو نفسه متساويين بالصوره بالضبط بالزمان. شوف السفير يهوى هو نفسه يهوى من خلال النص. صح السادس الصفوات آية 11 قل أنت من الرب، وآية 15 فالتفت إليه الرب. بعدين آية 16 قل فقال له الرب إني أكون معك. الله أعلم بيه الله معنا. وصدق المجانيين كرجل واحد. وهذا المطلع في آية 20 نفس الإصحاح فقال له ملاك الله. شوف ملاك الوهيم ما سجل عليك بس. فقال له ملاك الله ملاك الوهيم يعني شوف نفسه ملاك يهوى نفسه يهوى نفسه ملاك الوهيم اللي هو المرسل من الله اللي هو يسوع المسيح تعبير اخر مثل ما قلنا ايه في الاشياء الان السيد رب ارسلني وروحه وبدي اجي يقول عندي الان خرجت من عند الآب أتيتم وإلى الآب أنا ذاهب. رسالية من الله للإبن هنا نفسه ملاك يهوى ونفسه يهوى ونفسه ملاك الله ملاك إلهيم. بعد نقرأ طبعا طلب جدعون أنه يقدم في الشيء ملاك الرب حتى يأكل قد ينطبي من شرط ابن المقدمة قال فرأى جدعون أنه ملاك الرب فقال جدعون آه يا سيد الرب. شو يقول الملاك يهوى دعانا الله لأني قد رأيت ملاك الرب وجه لوجه تحت وجه يسوع المسيح تحت جسده. فقال الله السلام لك لا تخف لا تموت. فبنى جدعون هناك مذبح اضراب ودعاه يهوى شانو في آية 24 فدعاه يهوى شانو. شوف يهوى شانو يعني يهوى سلام يهوى سلام يعني الله بالله سلام بالرب السلام رئيس السلام يسوع المسيح. شو تقول عن السلام يسوع المسيح يهوى شانو ليجي في اسم الله حينما تحدث مع جدعون وإله وإلى هذا اليوم ما نزل في أفضل المزارعين. فإذا نستنتج من هذا الشيء أن سفير يهوى هو يهوى وسفير يهوى هو سفير الله وهو الله نفسه يهوى هو الله والمرسل هو الله والمرسل هو الابن. لهذا في إشعياء 43 شوف آية في إشعياء نقرأ في إشعياء 43 آية 16 من قلبها من قلبها تقدموا إلي خراب السماء تقدموا إلي
اسمعوا هذا. الرب يسوع المسيح يقول منذ وجودي انا هناك، يعني الرب يسوع المسيح ازلي سابقي مع الاب مع الجو الالهي بذات الالهيه الاب والروح القدس، لكن الاب والروح ارسلني. الان راح نوضح كيف انه سفير يهوى هو الابن والله نفسه من خلال هذا الانجيل. هاي السنوات التقنية لنا بسوى الحلال أكو سيسار كما تشتري أرجو أن تتعب شوية ذنب محاضر شوية سنوات مع ما حدا ذنب روح ساعة بس ألا خلي كمه لنعرف ما ضعور المسيح قبل تجسد حتى فتح ظهورات المسيح بعد فهيم مش عارف التفصيل التفصيل الدقيق. لا، ما فعله المسيح من قبل جسد من ذراه اولا مع موسى، كيف راى المسيح موسى وتكلم معه؟ نبدي في سفر بولس الثالث. فعمل
موسى راح شعب إسرائيل والشيوخ والشعب وجمعهم قالوا بأنه الرب غار لي وتحدث معي قال أنا راح أتقدم بهم خمسهم من المصريين أهي أنا هو هذا دي أقول كثيرا وكثيرا أهي يعني أنا هو أنا هو أشكد مكثرة من الجديد كما رجل يسوع المسيح أنا هو صحيح أنا هو العالم أنا هو أنا هو أنا هو, أنا هو كثير مرة أهي أهي أنا اسمي أهي أنا هو أهي إبراهيم قال هذا شوفوا حينما مد
إسحاق على سيدنا الحضر وجاب السكين ناداه ملاك الله ناداه ملاك يهوى أي ناداه يسوع يعني أقرب ناداه يسوع من السماء وقال معيد رعيم قال آدم لا تمت يدك الغلام ولا تفعل بي شيئا لأني الآن علمت أنك خائف على الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني فرأى الرائع عليه ونظر إلى كفش ورأى ممسكا في الغابة البرية بعد أبغاش فدعا أبغاش فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضوع يهوى يا الله شوفوا الله يرى يهوى يرى يسوع يرى حتى انه يقال اليوم في جبل الرب بعد 15 ونادى ملاك الرب ابراهيم ثانيه من السماء اي نادى ملاك يهوى نادى يسوع وان قيل بذاتي اقسمت يقول الله اني من اجل انك فعلت هذا الامر ولم تمسك ابنك وحيدك ومباركك وحقك واكثر نفسك كثيرا كنجوم السماء وكرمنا الذي على شرط الله طيب احنا نجيب على جيل شكر ابوكم ابراهيم تهلل ان يرى يومي راى وفرح زين قالوا يوم انت بعد ما عندك 50 سنه شفت ابن ابراهيم قبل ان يكون ابراهيم فإذا نتحدث مع إبراهيم من كان؟ يسوع المسيح وفي الشغل فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضوع يهوى يهوى فيوحنا الصف الثامن آية 56 بجاية الآية أبوك إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرحا وفرحا فقيل له قالوا إبراهيم في الآية قبل يكون إبراهيم أول 50 سنة وشوش إبراهيم قال قبل إبراهيم أنا كاهن يعني إبراهيم مش كان يرى اليوم فرح وفرح كيف رأى يعني السر تحدث مع الرب تحدث مع يسوع والذي ناداه ملك الرب يعني المرسل يعني يسوع المسيح يعني انت عايش في ذبيحة المسيح يا إبراهيم وأشهد طرد يوم ورأيته أيضا ولذلك قال الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كاهن أنا يهوى اليوم أنا كاهن لهذا تناول اليهود حجارة ليرجموه لأنه شو سبب قال؟ ساوى نفسه أي معانى نفسه لله يعني يعرفون أنه الله تحدث مع إبراهيم ويسوع المسيح يقول أنا تحدث مع إبراهيم فإذا يسوع الله هو واحد فأضرب حجارة كي يرجموه لأنه ساوى أو معانى نفسه لله ما يبقى هذا الشيء في إصحاح الثامن قلنا أفضل في يوحنا أصحاب الثامن آية 56 أنا تفاصيل تفاصيل كيف اليهود الحجة اللي عدو يسمو بها يسوع المسيح هو المساواة نفسه الله أجاب يسوع أن ليس لي شيطان لكني أكرم أبي وأنتم تعينونني أنا لست أطلب مجدا يوجد من يطلب ويدين الحق الحق أقول لكم إن كان أحد أخذ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد فقال له اليهود الآن علمنا أنك لك شيطان قد مات إبراهيم الأنبياء وأنت تقول إن كان أحد أخذ كلامي لن يرى الموت إلى الأبد لعلك أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات والأنبياء ماتوا من تجعل نفسك؟ أجاب يسوع إن كنت أمجد نفسي فليس مجد شيئا أبي هو الذي يمجدني الذي تقولون أن أنتم إنه إلهكم ولستم تعرفونهم وأما أنا أعرفهم وإن قلت إني لست أعرفهم أكون مثلكم كاذبا لكن يعرفه وأخذ قوله أبوكم إبراهيم هذا لم يرى يومي فرح قالوا اليهود أليس لك 50 سنة ليس لك 50 سنة بعد أفرأيت إبراهيم قال يسوع الحق الحق أقول لكم
قبل أن يكون إبراهيم أنك أنا. فرفعوا إجارة يرجموه، أما يسوع فاجتاز وقال لهم اجتاز في وسط موضعك. شوفوا هذه يهود مع إبراهيم رجل لو شوف نفس الشيء. شوفوا ايش كان في محاكم مع يسوع، في محاكم مع يسوع في مطرس 14. اليهود ما يقدروا يفوت اسم الرب، اسم الله. شوف شو يقول في مرقس 14-19. فسأله رئيس كان حيا وقال أأنت المسيح ابن مبارك؟ ما لقوا نفس الاسم اليوم بلا صوره، لانه يعتبرون هذا الشيء لانه مندسين ما يقدروا يفوتوا، ما يقدروا يفوتوا حقيقه. أأنت ابن مبارك؟ يعني أنت ابن العلي، أنت ابن الله بتعبير آخر. ولهذا في موضوع آخر في مدى 26 آيات 60 سمجونا؟ وأما كان السائل فجاب رئيس كان وقال له أستعملك بالله الحي أن تقول لنا أنت المسيح من الله؟ بل أنت المسيح من الله. إيش كان جواب المسيح؟ قال يسوع انت قلت. يعني نقول اتقول اكد يسوع انا هو، نعم انا هو المسيح من الله. ولهذا قالوا مستوجب الموت ينساوا نفسه من الله. ولهذا يقول في مؤخر ان اعمل الان وابي يعمل. هم في هذا الوضع في يوحنا الاصحاح الخامس قال انا اعمل وابي يعمل. هم رادوا نالوا حجارة ليرجموه، لأنه أين الساوى نفسه وعد نفسه بالله الآن. طبعا من أسرى الحزق مع إبراهيم راح تحدث قرنه هاجر. هاجر في تكوين 21-19 ظهر مرتين ظهر إلى الرب هاجر. مرتين ظهر بهاجر الرب. وحدة من حملة سارة بإشحاق. من حملة سارة عفوا كان حملة هاجر إسماعيل صغرت مولاها في عينيها، يعني احتقرت سارة قال شوفي أنا حملة أنت ما تعرفي. في 19-19 ما مضبوط كان مضبوط ما مضبوط بعدين 19 من طلعت السار طلعت هاجر من البيت وقال الله يعين اسمع كلام سار. طلعت سار طلعت هاجر من البيت طلعت اشقلها فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البريه على العين التي فلت اشوب وقال يا هاجر جريت سالي يا سرايا من اين اتيت وإلى أين تذهبين؟ قالت أنا هاني ومجي مولاتي سارة. فقال لا ملك الرب ملك يهوى ارجعي إلى مولاتك وضعي تحت يديها. وقال لا ملك الرب شوف مرة ثانية هو الله لها تكثيرا أكثر نسبي فلا يعد من الذنب. وقال لا ملك الرب ها أنت حملة فتجدين الدم وتذكرين اسم إسماعيل لأن الرب قد سمع لذلك ولو يكون انسان وحشيا. المهم آية 13 بعد آية النهاية فدعت اسم الرب يعني هاجر فدعت اسم الرب الذي تكلم معها انت ايد رحم ايد رحم يعني رأيت الله لان قالت هنا ايضا رأيت معه رؤيه لذلك تحيا بير بير رحم رحيم ها هي بين القادشة وانتهى. شوف ظهر لك الرب لهاجر مرغولة الحملة لإسماعيل وأيضا قال نفس الحبال قال إبراهيم حينما أخذ الرب إبراهيم يكون نسلك كالنجوم في السماء وكالرمل في العشر وكثر نسلك والآن أيضا يكون لهاجر وكثر نسلك. شوف الشفاعة إبراهيم وخلى أيضا الطاجة في ساعة 22 سنة التربيين نجي إلى أيضا هو الرب ما يكبر لهاجر
حينما راح البريه وشافت الغابه هناك عمر صغير تتحسن ايش تسوي؟ خلته المكان وهي قاعده تخاف تبكي الواحد يشوف تموت ما تشوف كيف يموت اسماعيل بداخلها من بكاء اسماعيل يقول فسمع الله صوت المنام ايه 17 17 يقول لا تروح بس ما فسمع الله صوت المنام فنادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها ما لك يا هاجر لا تخافي لان الله سمع لصوت الغلام حيث هو شوف بعدين وفتح الله عينيها وكان الله مع الغلام فكبر شوفوا سمع الله صوت الغلام ونادى ملك الله هاجر نادى ملك يا الله نادى يسوع في هذا السلام مع الرياء كانت أمامية يعني آمنت ونادى بهاي البركات باقي نظر شيء قبل بس بقصر جديد بقى مصارعتهم يعقوب حينما صارع يعقوب وإلى الفجر الصبح إلى الصبح قال له استعجل لماذا تسأل عن اسمي؟ يعني الله يقول ليعقوب لماذا تسأل عن اسمي؟ فدعا يعقوب اسم المكان موجود في الليل صارت مع يعقوب نعم وسأل يعقوب اخبرني اسم الله فقال لماذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هنا طبعا قال يعقوب ذاك المكان دعا يعقوب ذاك المكان فنيئين فنيئين يعني رأيت الله لأني رب الله وجه لي وجهه ونجيت نفسي بقي ناخذ شيء الفتية الثلاثة حينما قلت في كل نهار في سبعين صفحة ثالث شاف المختصر تقول أنا إحنا ما زلنا نكافئ النار شو أربعة والرابع شبيه بابن الآلهة يسوع المسيح كان معه في كل نهار هذا ما نقول أنا صغير بالصلاة تعمل جنة حلوة الله يعني شوفوا هاي الورات العقلية بقص حتى نأخذ بالإنذار والعرفة دي اللي كان يتكلم عن الأنبياء والأنبياء هو يهوى هو يسوع المسيح هو المخلص هو يشوع شكرا جزيلا طبعا شكرا لكم